باسم جميع المتقاعدين والمتقاعدات بالمغرب. هذه الفئة التي تعيش وضعا مزريا نتيجة سياسات الإقصاء والحيف واللا اعتراف والتنكر لما قدمته من غال ونفيس. نحن هنا اليوم من أجل تسليط الأضواء على ملف الفئة العريضة من أبناء هذا الوطن، وهي فئة المتقاعدين والمتقاعدات، فئة لا تحظى بالاهتمام اللازم والواجب لما قدمته من خدمات جليلة في خدمة هذا الوطن وهذه البلاد وهذه الدولة بكل مؤسساتها وفي القطاعين الخاص والعام. لكن عندما تتقاعد هذه الفئة فإنها تجد نفسها عرضة للتهميش، عرضة للضياع، عرضة للإقصاء، عرضة لأي خدمات كما تحظى به هذه الفئات في الدول المتقدمة والنامية والسائرة في طريق النمو. لذلك فإننا جئنا ها هنا واليوم لنرسل مرة أخرى رسائل واضحة عبركم لكل الجهات ولكل الأطراف على أن يأخذوا ملف المتقاعدين مأخذ الجد، ذلك أن هذه الفئة تتوسع والدولة في دار غفلون، وراه من هنا واحد 10 سنين غادي يكون الهرم ديالنا تقلب، غادي يقول لي المتقاعدين أكثر من الشباب، خصهم دور الإيواء، خصهم مستشفيات، خصهم مولوجيات، خصهم أطباء، خصهم مجموعة ديال الخدمات اللي كتحتاجها هذه الفئات إذا كنا نعتبرها على أنها فئة يجب أن تبقى في 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 في, في مربع الكرامة وفي مربع العيش الكريم. أما أن نضحي بها فإننا نضحي بوجه مجتمعنا وبوجه دولتنا. فالقيمة الاعتبارية للدولة وللمجتمع هو عندما يتعامل مع أبنائه على قدم المساواة، عندما يكرمهم. أما أن نرمي المتقاعدين للزقاق وللحدائق باش يكونوا كيلعبوا الضمة تما ويكونوا محطة تنكيت ومحطة تهميش على المستوى الأسرة، على المستوى العائلة، على المستوى المدينة، على المستوى الحي، ثم على مستوى السياسة التدبيرية للحكومات المتعاقبة. لذلك آن الأوان أنهم إما ينصفوا هذه الفئات، إما أنهم يتحملوا المسؤولية ديال لما تسير عليه هذه الفئات داخل والعالم أصبح قرية صغيرة. كيفاش كتتعامل مع المتقاعدين ديالك؟ كيفاش غادي نقتلك؟ إما أنك فعلا في المستوى العالي والمستوى الحقوقي، وإما أنك تصدر سياسة للواجهة ولكن خلفية ديالك الاجتماعية خلفية هشة. وآن الأوان أن نطوي هذه الصفحة وأن نعيش على قدم المساواة الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والبداية من هذه الفئة المهمشة. لذلك موعدنا يوم السبت الساعة 11 أمام البرلمان، السبت 30 نوفمبر، كذلك لإرسال رسائل أخرى أكثر وضوحا وأكثر تحليلا لما يجب أن تقبل عليه الحكومات وكل الأطراف في حواراتها المركزية. أختم بأن هؤلاء الأطراف، حكومة ونقابات مركزية، يجب أن يلتزموا بتفعيل مخرجات ما يتم الاتفاق عليه بحلحلة جميع الملفات العالقة الفئوية والمشتركة العامة، وعلى رأسها اتفاق 26/4 أي أبريل 2011 اللي نازلنا متشبتين بكل مخرجاته وبأثار رجعي إداري ومالي. نحن هنا للتعبير عن غضب المتقاعد، للتعبير عن قلقي وعن استيائي وعن إحباطي في تغييبه في جميع الحوارات الحوارات الاجتماعية للحكومات المتوالية. لهذا نحن نطالب بتبني
قضية المتقاعد والاشتغال عليها، لهذه لأن الفئة ديال المتقاعدين هي فئة خدمت الوطن بشبابها وخدمت بجهودها، وحتى أن المغرب أصبح يعني متقدم في جميع الميادين والفضل يرجع للمتقاعد. لهذا نحن نطلب بالزيادة الفورية للمتقاعد، زيادة تتماشى مع الغلاء المهول للأسعار، وكذلك نطالب بتغطية صحية يعني مجانية، وحتى أنها إن لم تكون مجانية تكون بتكاليف منخفضة. نطالب بتمثيلية في تمثيلية المتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، ونطالب كذلك بالإعفاء من الاقتطاعات الضريبية الجائرة على معاشات المتقاعدين، ونطالب بكذلك بالإبقاء على رواتب المتقاعدين ذوي الأرامل المعاش كامل، لأن الأرملة يعني هي تتوصل فقط بنصف المعاش. لهذا ندعو جميع المغاربة، ندعو من جميع الفئات المزاولين والمتقاعدين أن يتضامنوا مع المتقاعد في وقفته يوم السبت 30 نوفمبر، لنكون في الموعد إن شاء الله، وما ضاع حق وراءه مطالب. والأساسية وتخلي الدولة عن تحملاتها الاجتماعية بتصفية صندوق المقاصة.